نقطة مهمة لازم نتكلم فيها، لأن هي دي أصلا اهتمام برنامج شباب حكاية، الاختراعات والابتكارات والمتميزين. قدستك في وعظة نيروز كرمت 7 من المبتكرين اللي قدموا حاجة للمجتمع، واللي من وجهة نظر قدستك طبعا من وجهة نظرنا كلنا أنهم فعلا قدموا حاجة مهمة. لكن احنا لسه عندنا كتير قوي، وكمان احنا جولنا كتير في شباب حكاية. احنا عايزين نعرف دور الكنيسة في انه ازاي نعرف نوصل صوتهم للكنيسة علشان هم كمان يستحقوا التكريم. أنا حبيت في اجتماع الأربعة أسلط الضوء على عدد 7 من ولادنا وبناتنا اللي وكان في عيد النيروز زي ما حضرتك ذكرتي، وحبيت أظهر شطارتهم ونجاحهم وتفوقهم والأعمال اللي عملوها، ويكفي الفكر بتاعهم عشان يبقوا نماذج للآخرين. مفيش مانع إن احنا نجمع مجموعات من الشباب دول سواء ولاد أو بنات، وييجوا يتقابلوا عندنا هنا، وتبقوا انتوا حاضرين سي تي في يعني حاضرة، وتصور لقاء ونعمل وياهم مناقشة ونطلع على العمل اللي بيعملوه وعلى الخبرة بتاعتهم، وعلى يعني زي ما تقولي بنعمل نوع من التسويق طبعا للشغل بتاعهم قدام المجتمع كله. ما عنديش مانع خالص. جميل يا سيدنا، احنا بنشكرك على الدعوة الكريمة دي، أهلا واكيد بيك. كل الشباب اللي معانا واللي كانوا معانا في حلقات شباب حكاية واللي لسه ما جالهمش فرصة انهم يبقوا معانا اكيد هيتبسطوا جدا بدعوة قداسة البابا.